بدعوة من بيت الذاكرة التابع لشبكة متحف القدس، أقيمت في قاعة فيصل الحسيني بعمان فعالية بعنوان صحفيون في مرمى القصف. اشتملت الفعالية التي شارك بها شخصيات وطنية ونقابية ودبلوماسية وإعلامية على معرض صور لنحو 130 صحفيا فلسطينيا استشهدوا خلال الحرب الدائرة على غزة، إلى جانب عرض فيديو لعدد من صحفيي القطاع الصامدين على خطوط المواجهة مع العدو الصهيوني. وخلال الفعالية أطلق الحضور نداء للجهات الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وحقيقية لحماية الصحفيين في غزة من الاستهداف المتعمد والمباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الختام جرى افتتاح قاعة تتبع بيت الذاكرة باسم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة التي اغتيلت برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لمواجهات مع جيش الاحتلال في جنين. كما تم تكريم سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تشيلاني موكوينا ومنحها وسام القدسي تقديرا لوقوف دولتها المناهض للاحتلال الإسرائيلي. وقد أشاد الإعلاميون المشاركون بالنتائج التي خلصت إليها الفعالية. مثل ما شفنا اليوم وشاهدنا هذه الفعالية التي أقيمت من أجل التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين اللي بأرض الميدان وبيغطوا أخبار الحرب في غزة وأيضا اللي استشهدوا في الحرب من خلال عملهم البطولي اللي بعتبره انه عمل بطولي اللي قاموا فيه في تغطية الأحداث بغزة. ومثل ما بتعرفوا انه الصحافة الغربية منعت من الدخول إلى غزة وتغطية الأخبار لإجراءات مارستها دولة الاحتلال بعدم السماح لهم في التغطية، فقامت طبعا الصحفيين الغزاويين والصحفيين الفلسطينيين في غزة والأراضي المقدسة والأراضي الفلسطينية بتغطية هذه الأحداث، وواجب علينا كلنا أنه نحمي هدول الصحفيين، ونحن كصحفيين وإعلاميين كمان أيضا اللي منغطي الأحداث والأخبار الصحفية بكافة الميادين وبكافة المجالات، أنه ندعم ونتضامن مع هذا النداء اللي بيدعو إلى حماية الصحفيين في أرض المعركة واللي بيغطوا هذه الأحداث. ف بكل القوانين الدولية اللي فيها هذه القوانين حماية الصحفيين اللي بغطوا هذه الأحداث، طبعا هذه ممنوعة مثل ما احنا عم نشوف من خلال الأخبار كيف الصحفيين عم بيتعرضوا للاغتيال وبيتعرضوا للقتل والتنكيل والتعرض لهم لعائلاتهم لأولادهم أيضا. والقصص كتير اليوم شفناها من الصحفيين الغزاويين اللي غطوا أحداث غزة كيف تنكلوا فيهم في عائلاتهم واستشهدوا أطفالهم وأهليهم.